حتى كامل الوزير لما جه عرض له في اليومين اللي فاتوا في المؤتمرات التعريضيه خرج بفضيح، حتى كامل خرج بفضيح. كتير من دول العالم بتحلم وعندها طموحات، بس مصر الدوله الوحيده اللي بتحلم وعندها طموحات ولكن بتنفذ هذه الطموحات وهذه الاحلام. قال لي انت، انا اسف يا فندم، انا يعني لا لا يعني طبعا يتهموني زي ما يتهموني. قال كده بالظبط، قال انت عندكم رئيس حول معنى كلمه امبيسيبل الى اي بوسيبل بالنص كده. ده بص، ده دور التاج الانتاج العسكري، ده الالفونس، ده المنجاه الفونس، لان الفص السيسي طبعا، فده اللي بعد الفص على طول، ده الالفونس. المشكله بقى ايه في السماجه؟ اعذرني يا فندم، انا مضطر اقول يعني كده، اللي يقولوا عليا يقولوا معرض، يقولوا منافق، يقولوا مطبلاتي، انا مضطر اقول الحقيقه اللي سمعتها من الغربيين. ايه هي الحقيقه يا كامل؟ ايه هي الحقيقه؟ ايه يا حبيبي؟ نسمعها حبتوها من كامل، صح؟ صح؟ والله كامل الوزير أسوأ من الإنجليش بتاع أحمد حلمي. لا، أحمد حلمي بينطق وحش، ده حمار، ده حمار ببردعة. قال كده بالظبط، قال أنت عندكم رئيس حول معنى كلمة امبيسيبل إلى أي بوسيبل بالنص كده. أي بوسيبل، هاي بص بقى عليك وعلى اللي خلفوك يا راجل، قال ده عيب لما يبقوا دول وش القفص، عيب لما ده يبقى وش قفص المؤسسة العسكرية. والله قصة مش محتاجة حد بيعرف ولا يتكلم انجليزي عشان يعرف يقول لهم صح، دي ابجديات. وبعدين هو اصلا بيقعد مع الاجانب بتوع الشركات، لا فاهم حاجة ولا عارف حاجة. قال لك انا عارف الناس هتشتملي ان انا هخرج تعريضه جديده، بس حتى التعريضه فشلت، الفشل محاصرهم حتى في التعريضه. اي بوسبل، اي بوسبل، خليك في التعريض الريوش السهل كده اللي بالعربي بتاع المصاطب. خرب بيتك، فرقت ايه عن اندو فتيكست؟ تخيل انت بتاع اندو فتيكست، يبقى وزير خارجيه وده وزير النقل اللي بيقعد يشتري الجرارات وبتاع. خليك يا كامل في التعريض العسكري الجميل، ما تقعدوش مع جانب تاني، ما تقعدوش مع جانب تاني بيبوظوه. ده المشهد التعريض، البلد خلاص معمول لها بوز، ودي المشهد التمثيلي. اسمع بقى صوت الشعب، اول حاجه حقيقيه. اللي عارف الشعب اللي بجد، اللي عارف ان لا في انتخابات ولا حد بيحترم صوته اصلا، وان الحكايه كلها تمثيل في تمثيل يتناسب مع مستوى مسلسل الاختيار. ضحكوا على يونس وقالوا له مصر امك. مصر مش امك ولا امي ولا خالتك ولا حتى مرات عمي، ولا خايفة على زعلك ولا شي، لا يا ناس همي. خلاص ملينا من كرمك، ما عادش تجيب خلاص شايل، خلاص شبعنا من دعمك وظهري من الكرم مايل. لا قادر أبني على أرضي ولا حتى أعيش مستور، ولا عارف أجيب لحمة ولا قادر أجيب الفول. تعبنا خلاص وفلسنا وما الطبيل دفلسنا، وخيف المرة نتكلم تكلبشنا وتحبسنا. شبابك جاب خلاص آخره، ما عادش فيه خلاص طموحات، ما شفنا مرة حنية وحتى العمر عدى وفات. مات على الأخبار غلو العيشة والأسعار، هنشكل مين ملينا غيره وهنشكل ربنا الجبار. بنعافر عشان نعيش ونستر نفسنا ونتصان، وكاسل لي يا شيخ ظهري ولا عشان عيش غلبان. لا سامع صوتي ولا شايف وكله ساكت وخايف، كباري فوينا منصوبة ووعدك للفقير زايف. هنشحد بكرة تحتيها وتحمينا دي من شمسك، وبرج الصيني دا يشهد، ومين هيشحتك أصلا ما كل الناس دي راح تشحت. أعيش إزاي في دولة كلها صناديق بتاخد بس ما بتديش، وأصبح ليه عليها بجنيه وليه هي ما تدينيش. أنا أولى أعيش بكرامة، أنا أولى أعيش مستور، محدش فاكر الفقري ولا في مجلس ولا في دستور. أنا نفسي أعيش مستور، قراراتك بتخدمهم وتتعب فيا وفي حالي، وزارات ومباني عالية أنا مالي، يا ريت تبصوا على حالي. أنا محتار أعيش على إيه، أصل الدبنة غلوها
وكياس السمن منعوها، وحتى البيض يا ناس والرز أسعارهم برضو رفعوها، وأنا عايش على أمل إني بكرة تروق وتحلالي وتتعدل، وضعي فيها يتبدل، ويونس يلقى فيها أمان وينسى سنين كانت مرة. ده رد على كامل الوزير وبتوع مؤتمر الشباب، مواطن تاني بيتكلم على عدادات المية والتعامل مع الشعب المصري. ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا استاذ معتز؟ كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك احد سكان منطقة في حلوان جنوب القاهرة. جت شركة المية في شهر 12 اللي فات اواخر 2022، ركبت عدادات ومضت السكان على قرارات ان هي تم تركيب العداد. طبعا انا كنتش موجود، مراته مضت بالنيابه عني، مش عارف في اي قانون ان يركب عداد عافيه كده، مش عارف. وكل ده عشان يلموا فلوس باي طريقه ان كان. جت النهارده بتاريخ 17/6/2023 قوه من شركه الميه، لان حصلوا طبعا ميه الفواتير المتاخره والتعاقدات والحاجات دي اللي هم عملوها. طبعا كل شقه اللي عليها 2500 3 4 لازم تدفع نص اللي عليك. طب ازاي يعني واحد مثلا، يعني واحد يوم جاي ازاي يعني الناس تصرف فلوس ازاي يعني؟ وحتى انا لو في موظفين حتى اسمه، انا نفسي مش شغال، ما دخلش جنيه للبيت، الله اعلم انا عايش ازاي وعندي 4 عيال. يعني انا مش عارف، لدرجة إن أنا قعدت أدور لحد استلف منه 1000 جنيه حتى أسد بقوم بيه. خليت مراتي اتصرفت من واحدة جارتها و بتهرب، بقول لك بكرة لازم أدفع باقي. يعني أنا عليا دلوقتي بعد ما دفعت ال 1000 جنيه عليا 1500 كمان المفروض أدفعهم بكرة. مش عارف يعني، مش عارف. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني الناس اللي بتقول لك انت في انتخابات، انتخابات مين يا عم؟ شوف اردوغان عمل ايه قبل الانتخابات بتاعته؟ ادى للناس غاز مجانا لمده سنه، ده غير رفع المرتبات، ده غير ده غير ده غير ده غير. واحنا هنا جاي في احياء فقيره بيطالب منها فلوس، يعني الدوله بتدعم مواطن.